ترامب معروف شو الجول تبعه، هاريس بدها تبعد عن بايدن، ففي امل يطلع منها شيء ارحم شوي ضد اثنين، لانه في ناس كثير ما لها ذنب بهيدي الحرب اللي عم بتصير وعم ندفع الثمن. نحن ما لنا ذنب لا مع هول ولا مع هول، ابرياء اطفال نساء، نحن كلنا ضد الحرب، نحن بلبنان ضد الحرب وضد كل شيء، وتهجرنا من بيوتنا وتشنطتنا. امنا تيجي هارس، لانه هارس اول شغله معترفه انه في لازم يكون عندهم الفلسطينيه تعطيهم غزه الضفه الغربيه كل الشرقيه، بينما ترامب بيقول لك اسرائيل صغيره عليها فلسطين. بيهمني يجي واحد لمصلحه الشرق الاوسط لمصلحه العالم العربي ويكون عادل. بتمنى مع اثنين، ما بتمنى لهم شيء من الخير اصلا اثنيناتهم، اوكي؟ لانه بس ليتمنوا شيء لبلادنا نبقى نحن نتمنى لهم، هن ما بيتمنوا لنا الا الخراب والدمار. يعني كان اجى ترامب اكلني، واذا اجى هارس نفس الشيء، يعني اثنيناتهم نفس الشيء، ما حدا حيعمل شيء للبنان، انا بهمني لبنان. حس ترامب رح يربح شعبيته اكثر، والناس هناك بهمهم الاقتصاد والوظائف والرفاهيه، ترامب بيامن له اياها اكثر. هاريس المفروض، ليش؟ لانه هي اذا بدهم يرجعوا يعملوا نفس مثل ما عملوا على وقت اوباما، انه جابوا بلاك بريزيدنت، هلا بكون عم يعملوا نفس اللعبه بس هالمره بجيبوها فيميل، عم يعملوا تنويح، نفس الافكار نفس السياسات، بضل يعني الشغله للدولار، يعني مين اللي بيقدم خدمات للدولار اكثر والاقتصاد الامريكي اكثر هو اللي راح يربح.